ازاي تسهروا برا لحد دلوقتي يا مقاصيف الرقبه؟ مو يا بابا اصلي يا عمي. اصل ايه؟ انا منبه عليكم ترجعوا الساعه 9، تقوموا ترجعوا نص الليل. ما فيش يا جدنا، ما فيش منه عادي، وما لقيناش حد يصلح العجل. امال ايه؟ لقيتوا ماشيين؟ نعم يا طه. هنقف كده نتكلم من على الباب؟ ما يصحش. اللي انت بتعمله ده هو اللي ما يصحش. طب اشتري مني وراح حتى العيش والملح. كبيرة قوي انك توقفين على الباب كده زي الغرب. تفضل. تفضل يا استاذ. تفضل يا رجاله. استاذ مين؟ رجاله مين؟ تفضل تفضل. مين الرجاله دول؟ هقول تفضل يا استاذ، اقعد في مكان البيت بيتك. منورين. اقعدوا فهمني هنا. منورين. مين الرجاله دول؟ قول دول بس كده الاول. مين دول؟ وخش هات البطاقه. بطاقتي عايزها في ايه؟ هقول لك منورين يا رجاله والله. نورك يا منورين. ضحي عايز ايه؟ اهدي بس كده وانا هفهمك. المأذون جه عشان يردك ليا، ودول الاثنين الشهود. اطلع بره يا ضحي. استهدي بالله يا بنت الناس، ما انت كنت كويسه. الموضوع ده اتقفل وخلصنا منه، مش هتطلع بره. قال يا عبد انا صبر له اخر. بره يا ضحي. استهدي بالله يا ريس ضحي، مش كده يا معلم؟ معلش يا معلم، اتكلم بالهداوه. صلوا بس كده على النبي، صلوا على النبي كده. اسمعي بقى، انا صبر عليك نفز يا مين بالله. ما حصلش كده. سامع على بس يا معلم، الحاجات دي مش بالعافيه. مالكش انت فيها حبيبي، الحاجه بينه وبين مراتي. ما يصحش يا معلم كده. وانت بقى بروح امك هتعلمني صح ولا ما يصحش؟ هو عيب عليك تضرب واحده ست؟ طب غور بقى انت اهو من وش يا راسه. كنت كمان لا، انا لا اعرف كده، ما كنتش جيت معاك. شايفه الناس؟ ايه ده؟ شايفه؟ شايفه الناس؟ ايه ده؟ ده اللي جابك هنا يا ضحى. سامعه؟ انا بقى يتقال لي ايه اللي جابك هنا يا ضحى؟ كلامك معانا كفايه فضايح بقى يا ضحى. كفايه فضايح. الله لا يسيئك، الله لا يسيئك. عيب عليك اللي بتعمليه يا عبله، انت بتطردني من بيتك. انت كده اللي جبت اخر العيب. لا بشورك يا بنت الناس. يلا يا عم بشورك. بس احنا لسه ما خلصناش يا عبله، بس وحياه امي ما هسيبك. يلا يا عم. انت مين؟ انا المأذون. يلا يا استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا رب زيح عني يا رب. هنعمل ايه لو عمي ما وافقش على جوازنا؟ بس مين يا بابا؟ انت لسه متضايقه؟ لا يا حبيبتي، انا بقيت كويسه خلاص. لا انت لسه زعلانه. ما تدخلهوش هنا تاني يا سمير. ماشي. طب قومي بقى هاتي العصير ولا حاجه ساعه من الثلاجه. يلا. ما في الرف اللي فوق وانا مش بطول. طيب قومي وانا هساعدك. تشرب ينسون معايا؟ ماشي، معلقة واحدة سكر. ماشي. مش ليا، ليك انت. ماشي. عبلة، الراجل ده يفضل يعمل كده طول ما انت لوحدك ومش على ذمة راجل. مش عايزة تفكري تاني في موضوع سونا؟ خلاص بقى يا سمير، ما انا قلتلك انا خدت نصيبي من الجواز. بعدين سوني ده اخويا. طب هنعمل ايه مع ضحى؟ يعني الحما يعني لازم يبقى بالجواز؟ طب ما انت هو أهلي وحماية، أنت وعم جمال وتريكة وسوني كمان، وربنا فوق الجميع. مش هيرتب أذيتي أبدا. أنت إزاي يا سمير ما ضربتهوش وخدت منه المبايعة؟ مبايعتي؟ المبايعة كان لازم تضربه زي ما سي أحمد ضرب عباس الرطل. خلاه دخل البيت وقام شدت من تحت السجادة، قام وقع على الأرض وقعد يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه ويسأله فين المبايعة فين المبايعة، لحد ما شدها من الجلابية. مبايعة ايه اللي شدها من الجلابية؟ المبايعة اللي عباس خدها من السفيرة عزيزة. وانت بقى عارفة يعني ايه مبايعة اصلا؟ طبعا عارفة يعني ايه مبايعة. يو جتك ايه يا نور؟ والنبي في حاجة من عباس الرطل؟ يا سلام، جت على هواك يا اختي عشان خليتك هي السفيرة عزيزة. يا سلام يا اخويا. طب ما بنتك خليتك شكري سرحان، قلناش حاجة؟ أنا أحلى من شكري سرحان. مين ده اللي أحلى من شكري؟ We'll be right back.
ايه بعمل وريني. لا 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 وريني 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 بجد. لا لا وريني خلاص. طب طب عصبيه قوي كده ليه؟ افتح افتح انت. انت غيرت الانيفرسري بتاعنا؟ حطيت عيد ميلاد واحده بحبها كده قوي. ايه ده؟ ايه؟ يعني حد يحب واحده منكوشه كده؟ منكوشه؟ ايوه قوي. دي مزه جدا، بتهزري؟ شيكو حبيبي بفكرك بميعادنا بكره، اعدي عليك الساعه 7 عشان نروح نقابل الراجل، وما تنساش تجيب الفلوس معاك، اوكي؟ حس حبيبي بكره الساعه 7 بالظبط ابقى مستنيك. سلام. ما قلتليش يعني انك داخل شغل مع حسام؟ لا ده هو عايز يفتح سنتر جديد فعايزني اقومه وبفكر اخش فيه. عايشين مع بعض وبعرف عنك حاجات بالصدفه. الموضوع مش مستاهل كده يا دينا. ايه مالك فيه؟ ولا حاجه يعني. انا خلاص قررت اسيب شغلي وانت مش مفهمني هنعمل ايه؟ نكمل هنا ولا هننقل القاهره؟ انت هتفرق معاكي في ايه هنا ولا في القاهره؟ مش اهم حاجه ان احنا نفضل سوا؟ لا مش سوا يا شريف. انت بتخطط لحياتك لوحدك، ولو انا يناسبني تمام، ما يناسبنيش مش مهم. مش هتلاقيه. لا ما تقلقش. وفي الاخر رسيت على حفله النادي وقعدنا نسمع مش عارفه الفرقه اللي اسمها ايه دي. يعني انت عايزاني اروح اوتيل وادفع 5000 جنيه عشان اسمع مطرب معرفوش؟ لا انت بتتكلم في 5000 جنيه ده للواحد بس، انتوا كده بتتكلموا في 10000 جنيه. وايه المشكله يعني؟ ده يوم واحد في السنه. ايه يعني مش فاهمه؟ ايه ده؟ لو يقول لك ده بالعشاء، ما انا لسه بتعشي فرح ابن خالتي وسامع 2 مطربين غير الرقاصه وما دفعتش ولا مليم. ابن خالتك جابش جوز تاني؟ ظريف قوي ظريف. يا يوسف ما بتاكلش ليه؟ قول يا اسامه اجيب لك الفراخ بانيه ولا هو انت خاسس؟ دايت باظ حبيبه قلبي. الاكل يجنن خلاص. احنا على الاخر تسلم ايديك بألف هنا وشفا. تشربوا ايه طيب؟ انا هاخد شاي من غير سكر. وانت يا هلا نسكافيه دارك عشان عندي صداع بموت. تشرب ايه يا ميجي؟ انا اللي موجود بقى. اتفضلوا. هاي فيه هاي اكرم. ازيك يا حبيبي؟ ايه ده؟ عامل ايه؟ وانت طيب؟ وانت طيب؟ خلو اكرم يا ولاد. كل سنة وانتم طيبين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. طيب وانت طيب يا حبيبي؟ عامل ايه؟ حماتك مش حباك قوي على فكره. ولا تسمع كلامه. تعالى اقعد واعمل لك احلى طبق. لا يا حبيبتي ما تقلقيش انا اتعشيت. بقول لك ايه لقوها؟ اللي هي ايه؟ الشنطه. يا حبيبتي الموبايل والايباد ممكن يعملوا له تراكنج، انما الشنطه يعملوا لها تراكنج ازاي؟ لو لقوها هيكلموني. بس دي اهم من الايباد والايفون اللي جواها يا اكرم. ماجد يجيب لك غيرها بقى. يجيب غيرها ايه بقى؟ هتخليك محضر خير يا عم اكرم، ده اغلى من الشبكه. تعالى تشرب ايه يا اكرم؟ اهو يا حبيبتي. حاضر هعملها لك. اكرم اخو المدام استاذ اسامه. استاذه هاله. هاي ازيك؟ اتفضلوا نورتونا. ايه المفاجآت الحلوه دي؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ انت جيت بقى منين يا عم الحاج؟ ما انت عارف انا على طول باجي من طريق السويس. طب وليه طريق السويس؟ ما انت عارف الطريق ده بيبقى زحمه جدا في الحته اللي عندنا. انا واخد على كده يا يوسف. انا مش دايما بقول لك كده. ازاي ترى ونايل؟ تمام نسيب. انت عامله ايه؟ انا تمام. مالك شكلك مش عاجبني. انا اسف انا طبيت عليكم فجاه. ده بيتك يا اكرم، تيجي في اي وقت. أكرم أنت كويس؟ أنا كويس. أنا تمام ما تقلقيش. الصين مش سايبة حاجة. أيوة كل حاجة خلاص اتغرقت في مصر والصين. آه والله العظيم. وبعدين ويفتكروا بقى ان هي كده جايبين احسن حاجه. الحقي ماجد بيقول ان الشنط بتاعتنا في منها هاي كوبي ب 3 و4000 جنيه. بس طبعا الفرق بتاعها بيبان اكيد، وناس قليلين قوي اللي بياخدوا بالهم. والله ولا بيبان. لا يعني عايز تقول لي الشنطه اللي انت جايبها لي زي الهاي كوبي؟ ما هي هاي كوبي. احلف. معلش يا
شكلك وحش قوي. مش هتنام النهارده، دماغك هتقعد تودي وتجيب بقى، مش هتصدق. والله ما هتصدق. اطلبي فيها الطلاق يعني. دوني ناكل البريكفاست بتاعنا على طول، اوكي؟ بعمل لك الساندوتش اللي انت بتحبه. Finish it all. دقايق ونازلة على طول يا بيبي. ادم ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي تسيبيه يمسك السكينة كده؟ وبعدين لو بتعملي حاجة مهمة كنت شلتيها من قدامه. ايه يا هاني حصل خير؟ حصل ايه يعني؟ بصيت في الموبايل 3 ثواني. هو انت مش عارفه 3 ثواني دول الولد كان ممكن يعمل في نفسه ايه؟ لا طبعا انت اللي عارف كل حاجه. الولد كان هيعور نفسه، بتبرري ايه بالظبط؟ انا مش محتاجه ابرر لك اي حاجه، انا بحكي لك ببساطه اللي حصل. وانا بقول لك ده ما ينفعش يحصل تاني يا انجي. خلاص يا هاني خلاص حصل خير. جود مورنينج. سوري دوني. كيم جات لك اهي. لو عوزت اي حاجه بكلمني، انا نازله. بقولك ايه، انا همشي بقى. ها ما تيجي يا بنتي. لا مش هينفع، امي عماله تبعت لي كلمني من ساعه ما كنا في السينما. طب ما تكلميها. مش معايا رصيد. طب استنى اشحن لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مش هينفع والله، انا اخره معايا 500، اكتر من كده هتخسر. طب مشيها 600. والله لو كان ينفع كنت مشيتها. جالك؟ اه اهو جه. طب كلميها بقى. ماشي. الو. ايوه يا ماما. انت عارفه ان انا مش عايزه اروح. لا مش عايزه اروح. تبقى كل مره تعملي كده يعني؟ اه علشان البنات يقعدوا يتريقوا عليا. ها طب سلام بقى يا ماما. سلام. بقول لك انا لازم امشي. في ايه يا بنت مالك؟ امي عايزاني اروح معاها فرح هنقابل بنت عمها. طب ما تروح. مش هينفع. ليه يعني؟ ما عنديش حاجه البسها، كل لبس قديم، وهي حتى معهاش فلوس. مش هروح يعني يبقى مسخة البنات. طب استنى. ايه؟ بقول لك انا خدت 500 جنيه من الدرج عيدهم عندك. خد تعالى هنا. خدتهم ليه؟ عايزهم. عايزهم في ايه يعني؟ يا عم عايزهم وخلاص. امسك. ايه ده؟ فلوس؟ روح هات لك حاجه البسها وروحي مع امي. لا ايه تريكه؟ ايه يا بت مالك في ايه؟ ما بعد كده انا اللي هجيب لك كسوتك كلها. ماشي ربنا يخليك ليا. خليكي ليا. ايه هتمشي ولا اجي اوصلك؟ اه هتمشي، انا اتفرج على اللبس. ماشي يلا خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله. مع السلامه. كلمينا لما توصلي. سلام. حفظ الله. يوم في ايه يا عم؟ سيب اللابتوب. صورتك مع ولاد. صورتك مع ولادك اللي على الفيسبوك حلو ومامير قوي طالعين لك.
ليه؟ انت ما تعرفش انك راجل حلو؟ هو انت مواليد 94؟ تعرف ان صوتك حلو قوي واني ما نمتش من امبارح، كنت طول الليل بفكر فيك. ممكن تبعت لي رقم موبايلك؟ خلينا نتكلم واتساب احسن. عارفة الراجل الحلو اللي بتكلميه ده عنده كام سنة؟ أنا عارفة أنت عندك كام سنة وعارفة عنك كل حاجة، بس ده إيه علاقته إنك راجل حلو؟ أنت ما تعرفش قيمة نفسك؟ يا بخت الست اللي تبقى معاك. طب والله فكرة هايلة، نسافر نحضر الماتش ونرجع تاني يوم. طب ما نستنى أحسن ماتش البارسا والريال. يا عم ده بعد شهر، يبقى نسافر تاني يا سيدي. ماتش السيتي ده يا ابني الأسبوع اللي جاي، أكيد مش هنلاقي تذاكر. مالكش دعوة. سيب الموضوع ده عليا. لو الفيس كلها شغالة، مالكش دعوة. طب شوف حازم إن ولا لأ، أكيد مش هروح ماتش السيتي من غيره. هيقول لك عندي هوا. هيشوف لقاء يصوره هناك ويعمل مصلحه على حاسس السفريه. والله مش بعيد عليه، تصدق ابن لذيذ. ايوه يا سمير، يلا انا طلعك. سلام. ايه يا عم رايح فين اليوم لسه في اول؟ عندي ميعاد شغل كنت نسيه. اوكي طبعا، نشوف هنعمل ايه مع حازم ونقول لك. تمام. ايه يا عم خلاص. طيب يلا حبيبي. سلام. سلام. بقول لك ايه؟ ما تركن العربيه وتيجي نتمشى شويه. اه طبعا تحت امرك يا مستر. تسلم ايديك. اتفضل يا مستر. شكرا يا سمير. حلوة قوي في البرد. بالهنا والشفا. بس الناس دي ولا هممها. مبسوطين بقى. والمبسوط مش بيفرق معاه برد من حر. ما تيجي نتبسط معاهم. هي كحك وانا ابويا سلك لمده بدي فيره وانا بحس الصفيره الخطيره. زمان سألتك سؤال وانت جاوبتني عليه وما اقتنعتش بإجابته. قلت لك واحد خريج تجارة زيك يشتغل سواق في الشركة ليه، فاكر؟ ساعتها قلت لي عشان التأمينات والمرتب الثابت والمعاشات. بص شغلك معايا مصلحة، أنا وتالا ونايلة بنحبك جدا، بس بعد ما عرفتك كويس وشفت انت بتتكلم ازاي وتفكر ازاي قلت أنا لازم أسألك تاني. انت بتشتغل سواق في الشركة ليه؟ عشان الحمد لله مرتاح معاكم ومبسوط. يعني عايز تقنعني ان واحد زيك دي اخر طموحاته؟ مش عارف حضرتك هتصدقني ولا لا لو قلت لك ان ده اخر طموحاته. ما عنديش حاجة تانية مستنيها ولا بدور عليها. مش حاسس ان فايتني حاجة في الدنيا. بذمتك ده كلام سواق؟
اول ما اشتغلت في الشركه كنت بقعد اسال نفسي، كنت بقول مستر محمود زهران اللي كان مدير المجموعه ايامها، بقول الراجل ده عايز ايه تاني من الدنيا؟ الناس دايما بتعوز اللي مش في ايديها، وانت اللي في ايدك كل حاجه. لا بس مش عايز، او بحاول اعود نفسي ما احبش حاجه مش في ايديا. انت مش جعان؟ لا الصراحه الحمص قفلها معايا على الاخر. لا حمص ايه يا سمير، انا كنت هخليك تعزمني. يا ريت، يبقى ده شرف ليا. انا وحشني اللسان المشوي والممبار. تروح لابو عبله؟ يلا. طب اللي معهوش عربيه يروح ازاي؟ ممكن نروح بتاكسي. التاكسي عربيه يا سمير. اتفضل اقعد يا مستر. لا لا انا تمام. انا عايز اقولك على سر، انا بقى مش عارف ايه اللي فايتني. بعتبر نفسي انسان محظوظ، ربنا اداله كل حاجه، عمري ما تمنيت حاجه وما حصلتش. ده في حاجات بتحصل انا ما تمنيتهاش اصلا. غريبه شويه صح؟ ولا غريبه ولا حاجه، اكيد عشان حضرتك تستاهل كل خير يا مستر. جايز يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي، الليل والسماء والنجوم وقمره صغره، وانت وانا يا حبيبي، أنا يا حياتي أنا، كلنا كلنا في الحب سوا، وإلا غاوة أه منه إلا غاوة، إلا غاوة أه منه إلا غاوة، أه منه سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا. مصر مفيش زيها، أول ما يفتح باب الطيارة وتنزلي تلاقي التراب بياخدك بالحضن على طول، وأي حد في المطار عايز يطلع منك بأي فلوس وخلاص. بس أنا ما حسيتش إن أنا في مصر بجد، يعني غير لما استلمني سواق ليموزين من اول المطار لاخره عمال يقول لي ويلكم سير ويلكم سير، ما عندوش اي تمييز، انا راجل ست. طب كويس، هي مصر بتضحكك. يعني عندك حق. لا اكرم. هاي اكرم. الو اكرم، ازيك؟ دي نادين. ايوه ويلكم سير. تضحكوا على ايه؟ دي حكايه كده احكيها لك لما اشوفك. انا هاجي على الغدا النهارده. طيب اوكي تمام، مستنيينك. باي باي. هو انا اللي حسيت اكرم بيستاذني وهو جاي يتغدى النهارده في البيت؟ استرضاه ولا ايه؟ انا واكرم واخدين بيك. الو الو، ازيك يا انسه طه؟ انت تعرف رقمي؟ لا انا ما اعرفش رقمك، انا جبت الرقم من التروكو اللي ظهر لي اول ما اتصلتي. انا كنت عايز اطلب من حضرتك خدمه. طبعا تحت امرك، امور. اما ممكن نتقابل؟ طبعا ممكن. امتى؟ النهارده. ماشي النهارده لو يناسبك. بعد ستة. بس فين؟ عند البنزينة اللي على ناصية الشارع العمومي اللي وصلتني عنده، ولا بعيد عليك؟ لا لا مش بعيد، ستة بالظبط هكون هناك ان شاء الله. اوكي متشكره، مع السلامه. مع السلامه.
انتي فين؟ انا تحت البيت. تحت بتعملي ايه؟ ما تطلعي. انا خايفة خايفة. ما انا قلتلك زيك زي النسوان اللي داخلة خارجة على المشغل، انجزي بقى. ايه انت اول مره تدخلي شقه راجل ولا ايه؟ اقعدي ارتاحي من السلم. اقعدي. اعمل لك قهوه؟ انا جيت اهو. عايز ايه؟ خفيش عايزك تكلمي سعيد. ليه؟ علشان بصراحة دمك تقيل قوي وشكله هو اللي بيعرف يفكك. هو انت ناوي تقول لحد؟ انت قصدك على عم صفوت؟ لا طبعا، هو انا مجنون لسه، بس انا احب ادي فرصة واتنين. انت عارف لو عملت كده ممكن يحصل لي ايه؟ هو انت مش ناويه ترجعي عن اللي انت فيه؟ ورحمه ابويا ما هتنيها تاني. بس خلاص، يبقى انت كده في السليم. ورحمه ابوكي اللي انت فكه يا شيخ، فكي بقى. طب خلينا اطمن لك الاول واخد عليك. صراحه مش عارفه افك طول ما انا مقلقه منك كده. طب تعالي تعالي جنبي عشان تطمنيلي. تعالي. ايوه، واحده واحده بس كده. بتحبيها ايه؟ هي ايه؟ القهوه. وانت بتعرف تعمل قهوه؟ أنا ما بحبش أتكلم عن نفسي كتير الصراحة. دلوقتي تدوقي وتعرفي. طب عنك أنت، أنت بتعرفي تعملي قهوة؟ ما بحبش أتكلم عن نفسي كتير. إيش إيش بدي وديش مظبوطة؟ مظبوطة قوي. هو عم صفوت بيشوف البرتقاني ده وحش؟ وحش ده حول يا عيني. ما شفتيش اختك بقى وهي بتقلد مدربه البيلاتس الروسيه وبتتكلم زيها؟ شافتني مليون مره. انا حسيت ان المدربه عرفت اصلا ان انا كنت بتريق عليها. كنت بتقولي ايه؟ كنت بقول لك put it your stomach in. يا دي يا بلوخ يعني. ايه يا اكرم، اهلا. وحشتيني. وانت كمان، ايه الاخبار؟ ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا دي. لو سمحت اسمها ويلكم سير. ارحميني كفاية بجد. ازيك يا هاني؟ اكرم، ازيك عامل ايه؟ تمام كويس. طب اقول لكم ايه، انا هقول لاريكا تعمل الغدا، تحبوا نتغدى هنا؟ شور. اوكي. طب بقول لك ايه، دي ممكن بس تقولي تعالى تغسل ايديها. اخبار الاسمنت ايه؟ اسمنت؟ اسمنت ايه؟ ما انا عرفت انكم فتحتوا مصنع اسمنت من شهر تقريبا. ولا اعرف عنهم اي حاجة، بقالي فترة ما بروحش الجروب. دماغك على طول في البيزنس يا اكرم. صحيح يا اخي، البيزنس ده ادمان. لا، مش البيزنس اللي شاغل دماغي. امال ايه بقى اللي شاغل دماغك؟ البيت. ما تقلقش، انت لسه في ليفل 1. اسالني انا. انا في مرحله بيسموها مرحله مقابله الوحش. هي نايلة حكت لك؟ حكيت لي، بس زي ما انت عارف هي ما بتحكيش كل حاجه. انت ايه رايك؟ والله يا اكرم انا شايف انها بتعمل كده علشان خايفه على علاقتكم. بس الوضع ده لو طول العلاقه هتروح في حته اسوأ مش احسن. صدقني انا واثق انها هي عارفه هي بتعمل ايه كويس.
تتكلم معاها. أكرم، أنا أظن إن أنا آخر واحد في الدنيا ممكن يتكلم في الموضوع ده. ازيك يا طه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تشرب ايه؟ لا انا شربت خلاص. لو حضرتك حابب تشرب حاجه تفضل. لا ممكن بعد شويه. خير، كنت عايزاني في ايه؟ هو حضرتك تعرف حد في البوليس؟ يعني خير، في مشكله او حاجه؟ دي ارقام الحيوان اللي بيهددني، عايز اعرف هو مين. هو الموضوع مش سهل كده، بس ان شاء الله هحاول اعرف لك. بس هو عاوز منك ايه؟ مش عارفه. هو عايزني اروح له. بص انا مش عايزاك تعمل اي حاجه، انا بس عايز اعرف هو مين. انا مش عاوز اعرف حاجه انت مش عايزه تقوليها. يعني لو عرفت هو مين اقول لك بس كده؟ بس كده. ويا ريت ما تعملش اي حاجه غير لما تقول لي. حاضر. لو سمحت يعني. حاضر. كويس اني غيرت التليفون، عشان الموضوع لو كان معاكسات بس كان سهل قوي انه يتحل، بس واضح ان الشخص ده بيراقبك عن طريق التليفون القديم. يا ريت لو عرفت اي حاجه تبلغني في ساعتها. طيب استني اوصلك. لا لا شكرا، انا هاخد تاكسي. مش هتلاقي هنا تاكسي بسهوله. معلش هتمشى شويه كده لحد ما الاقي. متشكره قوي. نعم.